السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم سادتي متابعي منصة بالعربي. موضوع حلقتنا اليوم موضوع شائك ويكثر الحديث، يحتاج إلى كثير من الحلقات للحديث به لما له من أثر وتهديد على سلامة الأسرة وسلامة المجتمع، بالنهاية يؤدي إلى سلامة بيتنا الداخلي وسلامة جبهتنا الداخلية. موضوعنا اليوم هو إدمان الإنترنت. لابد أن نعترف أولاً أن الشيء المشترك في كل الإدمانات هو الهروب من المشاعر لتجنب هموم الحياة عن طريق الهروب من الواقع واللجوء إلى العالم الافتراضي. الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت وسيلة تناقل المعلومات حول العالم، وأصبحت المترجم الخاص لكل الشعوب وشريك أساسي في حياتهم، لكن التأثير السلبي للإنترنت على الصحة النفسية والجسدية للإنسان أصبح أكثر خطورة، وتطور الأمر ليكون سبباً مباشر في تطور نوع جديد من الإدمان، وصل به الحال إلى قطع أواصر العلاقة والتواصل بين أبناء الأسرة الواحدة. الوقوع في فخ الإدمان على الإنترنت أصبح بالأمر الهين، خاصة مع انتشار ما يطلق عليه وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها، وتختلف أنواع الإدمان باختلاف المواقع والمواضيع التي يتم التركيز عليها على الإنترنت. منها إدمان الإنترنت الجنسي، أي الإدمان على المواقع الإباحية والأفلام الإباحية. 2 إدمان إنترنت العلاقات السيبيرية مثل علاقات غرف الدردشة. 3 إدمان إنترنت التواصل الاجتماعي وهو الأكثر انتشاراً. إدمان إنترنت ألعاب الكمبيوتر الزائد عن الحد، ويتصدر الأطفال والمراهقين قائمة هذا الإدمان. إدمان المقامرة أو الشراء عبر الإنترنت. وأخيرا إدمان الإفراط بالمعلومات، أي الإفراط في الحصول على المعلومات على شبكة الإنترنت. أعراض الإدمان تظهر على الفرد بشكل واضح، هناك عناصر نفسية اجتماعية وأخرى جسدية تؤثر بشكل مباشر على علاقة الفرد الاجتماعية والأسرية، وتشير الدراسات العلمية إلى أن من يقضي وقتاً أطول في تصفح الإنترنت هم الأكثر عرضة للاكتئاب، نظراً لما تسببه من مشاكل في العلاقات الاجتماعية، إضافة إلى المشاكل الصحية والسلوك العدواني، حتى يصل مدمن الإنترنت إلى أعراض نفسية أخرى كالإحباط والاكتئاب والقلق والتأخر في العمل وحدوث مشكلات في العمل ومشكلات زوجية، كما أن هذا الإدمان يؤدي إلى أعراض جسدية تشمل التعب والخمول والأرق والحرمان من النوم وألام الظهر والرقبة والتهاب العينين. تأثير الإنترنت على الدماغ من خلال الشعور باللذة من أجل الهروب من الضغط العصبي والاكتئاب والاستغراق في إضاعة الوقت دون فائدة. أضرار إدمان الإنترنت هي إضاعة الوقت في تصفح الإنترنت، مقدمة تدمير العلاقة الأسرية وتفككها، الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل الصداع والألم وألام الظهر والرقبة، التأثر بالأفكار والعادات الغريبة، والتمرد على الأوضاع الاجتماعية والتقاليد الاجتماعية، والتمسك بالتقليد الأعمى، الرغبة في العزلة والكسل والخمول، التجسس على الأسرار الشخصية، التعرض لعمليات احتيال ونصب وتهديد وابتزاز، تعرض أجهزة الكمبيوتر والتاب والهاتف المستخدم في الإنترنت للاختراق والتلف والتأثر بالفيروسات، ظهور اضطرابات نفسية كالارتعاش وتحريك الإصبع بصورة مستمرة. من أعراض الإدمان على الجوال والإنترنت عدم التحكم بالفترة التي يقدرها الفرد لقضاء وقت على الإنترنت، التوتر والقلق الشديدين في حال انقطاع الاتصال بالإنترنت قد تصل إلى حد الاكتئاب، إهمال الواجبات الاجتماعية والأسرية والوظيفية، الحديث المتكرر عن الإنترنت في الحياة اليومية، الرغبة
الملحة لاستعمال الإنترنت رغم وجود مشكلات مثل فقدان العلاقات الاجتماعية والتأخر عن العمل، النهوض المفاجئ من النوم، والرغبة بتصفح الماسنجر ومتابعة المتصلين، تغيير مفاجئ في المزاج، قلق شديد حول ما يجري على مواقع التواصل الاجتماعي، الحاجة لاستخدام الهاتف أو الإنترنت بشكل أكبر مما سبق للحصول على نفس الشعور بالسعادة والراحة، الشعور بأعراض مشابهة لأعراض الانسحاب من المواد المخدرة. مخاطر متعددة وكثيرة تمس الأسرة، أخطر هذه المخاطر على المرأة التي تقضي وقتا طويل على الإنترنت فتهمل تربية أبنائها وتهمل واجباتها المنزلية وتهمل واجباتها تجاه زوجها، وهذا يؤدي إلى تفكك أسري ويبعد الطفل عن عاداته وتقاليده والتزامه بالأسرة. الموضوع شائك وطويل، وهناك مخاطر شديدة جدا على الطفل سنذكرها في حلقات أخرى، فكونوا معنا على منصة بالعربي. كان معكم محمد أبو أعمر.